أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في برنامج من عمان. متابعينا الأعزاء، من ضمن المكرمين اليوم ضمن جائزة الإجادة الشبابية احتفاء بيوم الشباب العماني، شاب يملك أكثر من 2000 وثيقة ومخطوطة رقمية، يملك الآلاف من الوثائق الرقمية. هذا شيء مبهر، إنه صاحب مركز الوراق الذي توج في مجال التراث. ضيفنا سالم بن خميس الجديدي صاحب مركز الوراق. سالم، نبارك لك هذا التتويج. الله يبارك فيك أستاذ خالد. بداية نشكركم على هذه الاستضافة الطيبة، واسمح لي في البداية أن أتقدم بعظيم الشكر والامتنان لمولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق على دعمه الدائم لقطاع الشباب، وكما يشرفني أن أهني زملائي الشباب في كل ربوع عمان ذكورا وأناثا، وعلى رأسهم سيد الشباب صاحب السمو السيد يزن بن هيثم بن طارق وزير الثقافة والرياضة والشباب. أكيد يمثلكم كثير هذا اليوم، يعني سالم الاحتفاء بيوم الشباب العماني وأيضا التكريم في هذا اليوم نتيجة هذه الإسهامات وهذه المبادرات التي تقدمونها. ما هو يعني الأمر الذي يأتيك إحساس الآن وأنت تحتفي بيوم الشباب العماني وهذا التكريم الذي تم اليوم؟ حقيقة مثل هذه الأيام يعني هي إضافة كبيرة لدى كل شاب عماني مبدع في قطاع الشباب، وحقيقة يعطي دافع للعطاء لمزيد من العطاء في هذا الوطن. وطبعا هذه الأيام دائما هي ذكرى وفي نفس الوقت تجديد للعطاء لقطاعات الشباب المختلفة والأجيال التي تتحول من الطفولة إلى الشباب ومن الشباب إلى السن الكبير وهكذا. وما شاء الله عليك سالم، أنت أيضا يعني تملك متحفا من المخطوطات والوثائق وفي غالبها رقمية، حولتها إلى رقمية بالإضافة إلى المصادر الأصلية الموجودة معك. خبرنا عن مركز الوراق، كيف جاء وكيف جاءت فكرته ونمى وأصبح على ما هو عليه الآن ويتطور كما أخبرتنا. هو حقيقة فكرة مركز الوراق، طبعا دائما أنا أسميه مركز الوراق بوابة الباحث في التراث الفكري العماني. طبعا جاءت الفكرة المركز بعد ما اقتنيت وثائق جدي رحمة الله عليه والوالد سليم الجديدي. كان يملك مجموعة من أو خزانة كبيرة من الوثائق الخاصة المتعلقة. يعني الجد كان هو الملهم. بالضبط. الحمد لله، ويملك العديد من الوثائق المتنوعة في الأمور الاجتماعية والاقتصادية وكذلك الأمور المتعلقة بالمجتمع. فالانطلاقة بدأت من هناك. طبعا تطورت الفكرة مع الوقت، صرت أقتني ليس فقط الوثائق والمخطوطات وإنما حتى المجلات والصحف العمانية في بداية النهضة وحتى ما قبل النهضة، وكذلك المجلات والجرائد اللي هي الغير عمانية التي تناولت المواضيع العمانية سواء اللغة باللغة العربية والإنجليزية وحتى الفارسية اللي هي صدرت في إيران. أهم ما يكون في الأمر أنها تتناول موضوع يخص عمان في جميع مجالات. لذلك يعني أجمعت هذه الأشياء، ولقد تسألني الهدف الأكبر من هذا هو كله محاولة إعطاء التراث الفكري العماني نافذة واحدة، بحيث أن مثلا كباحث يأتي من أجل الحصول على الوثائق أو المصادر العلمية يجد نافذة واحدة متاحة له جميع هذه المصادر. وطبعا هذه المصادر اللي نقتنيها من الوثائق والمخطوطات الأصلية نحولها لصيغ رقمية. هذا موضوع مهم جدا، مهم جدا من أجل سهولة إتاحتها للباحثين وكذلك ضمان حفاظها لفترات زمنية أبعد. لأن المخطوط والوثيقة أو حتى المصادر المطبوعة مع الوقت تتعرض للتلف، تتعرض حتى ربما المكان يتعرض للاحتراق لا قدر الله، لكن حفاظها رقميا مهم للغاية وبتقنية جدا عالية. سنتي على تفاصيلها، لكن من المثير جدا أنه سالم مهندس ويعني هذا الاهتمام بالوثائق، هذا الجانب التراثي والثقافي يعني ملفت للنظر. فما الذي يدفعك هذا الشغف نحو اقتناء هذه الوثائق واشتراءها أحيانا بمبالغ أيضا سواء من داخل السلطنة أو حتى من خارجها؟ وفي الحقيقة حب لهذا الشيء، يعني في البداية حب للتاريخ العماني، الإرث العظيم. عمان بلد ضار في عمق التاريخ، الإرث العلمي الفكري في عمان يعني قديم قديم، من زمن الإمام جابر بن زيد، أول مدونة تخريج ديوان جابر بن زيد ترك إرث عظيم هذا المد التاريخ العماني لليوم لهذا العصر. فلذلك هذا التراث الفكري العماني محتاج إلى ظهور،
إتاحته للباحثين، سهولة إتاحته للباحثين بدل التشتت في مؤسسات مختلفة، تجد مثلا في وزارة معينة موجودة، في هيئة معينة موجودة، في مكتبات معينة موجودة، الباحث يتشتت يتنقل من مكان لمكان. نعم. نافذة المركز تتيح جميع هذه المصادر مثل ما أسلفت إلى هذا المكان. نعم. فلذلك جاء عشقي لهذا الشيء وتواصل. نعم هو مكلف ماديا ومرهق حتى نفسيا، لأن العملية أنا أقوم بها بنفسي فهرسة وتجميعا ودفعا للأموال. ما شاء الله عليك، ما شاء الله. نعم. طيب يعني لو حبينا نتعرف على مركز الوراق، ما الذي يحويه الآن بالتحديد من كل جوانب التراث، سواء كان مخطوطات أو كتب أو حتى وثائق وغيرها؟ نعم، المركز أضم الآن حاليا تقريبا 52 مخطوط أصلي. ما شاء الله. كمخطوط أصلي تقريبا في حدود 1600 وثيقة أصلية عمانية طبعا، وكذلك المخطوطات عمانية. نعم. المجلات العمانية في حوالي تقريبا 800 مجلة عمانية. أقدم مجلة في بداية النهضة اللي هي كانت مجلة العقيدة، ومجلات الأخرى اللي أتت مع الوقت. ممتاز. كذلك في مجلات عربية وخليجية طبعا يفوق عددها الألف مجلة. ما شاء الله. وخصوصا المجلات المصرية بكثرة. نعم. المتوفرة لدينا. وكذلك في مجلة فارسية صدرت في إيران تناولت مواضيع عن عمان. طبعا المجلات العربية وحتى الأجنبية اللي صدرت باللغة الإنجليزية في الدول الأجنبية كلها تتناول مواضيع تخص عمان فقط، ونقتنيها من خارج عمان طبعا. ممتاز. يعني لديك ثراء كبير في طبعا المكتبة التراثية الموجودة لديك. نعم. وكما أخبرتني أنها أيضا مسجلة في هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية. نعم، الوثائق مسجلة، وتشرفت بالتكريم من ضمن الدفعات الأولى اللي كرمت من ضمن قبل هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية. نعم، حائزين على الوثائق الخاصة. نعم. طيب حابين نتعرف على أبرز ما لديك من مخطوطات ووثائق ممكن تخبرنا عنها، أغربها ربما وأكثر شيء ممكن تبرزه لكل من يسألك عن هذه الوثائق والمخطوطات. نعم، حقيقة هو عالم الوثائق والمخطوطات عالم جميل. قد تجد في تقييدات المخطوطات دائما افتتاحيات أحداث تاريخية حدثت في عمان، أحيانا تجد حتى أحداث الحرب العالمية موجودة في تقييدات المخطوطات. كذلك عالم الوثائق يسرد لك أحيانا ليس الموضوع المتعلق في الوثيقة فقط، حتى المتعلق في جوانب عالمية عربية اجتماعية ربما ما تتصورها. مثلا وجدت في أحد المخطوطات تقييد الناسخ لنسخ المخطوطة يكتب الأشياء اللي استخدمها في الخط، ما شاء اللي هو الحبر والقلم والوقت وحتى المواقف اللي صارت أثناء التدوين. ما شاء الله. فعالم جميل. طبعا أقدم مخطوطة لدي مخطوطة تقريبا مصحف قرآن كريم تقريبا يصل عمره إلى 450 سنة. ما شاء الله، ما شاء الله. والوثائق أقدم وثيقة تقريبا تعود إلى 250 سنة. نعم، هذه بحالة جيدة. بحالة جيدة. أنا المخطوطات والوثائق التي أقتنيها مباشرة بعد الشراء بفترة نوصلها يعني لمركز متخصص لترميم وتعقيم المخطوطات. ما شاء الله. هنا في من أجل التلافة. نعم. نعم نعم. ولدينا جهاز خاص بتصوير هذه الوثائق والمخطوطات رقميا بحيث أنها تتاح فيما بعد رقميا. ما شاء الله، ما شاء الله عليك. نعم. طيب لمن يريد الاطلاع على هذه الوثائق وهذه المخطوطات وهذا يعني المتحف التاريخي والأثري الذي يعني لديك سالم، كيف هي الآلية؟ وحسب علمي أيضا أنك أيضا توصل عن طريق أيضا وسائل التواصل الاجتماعي. نعم، هو حاليا مبدئيا يعني إلى الآن يعني لازلت مستمر في العملية التقليدية اللي هي عن طريق البريد الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، وحاليا قيد التأسيس موقع إلكتروني. وطبعا العملية محتاجة إلى وقت من باب الدعم المالي، يعني تعرف تتحكم عليك الظروف المالية من أجل تطوير فكرة المركز فترة بعد فترة، لكن الآن الموقع الإلكتروني قيد التأسيس ويكون متاح للجميع. طبعا في زيارات ميدانية، البعض يأتي إلى المكان في البيت. نعم. موجود. نعم، في ملحق في المنزل. نعم. يزوروني ويطلعوا على الوثائق. حتى في شخصيات زارتني من خارج عمان من مراكز مثل من مركز الدراسات العربية بباريس، كذلك من جامعة السربون بباريس ضيوف، كذلك من الأردن، كذلك من مصر، وكذلك من إيران ومن تركيا، عديد من كذلك. نعم. الباحثين. نعم. العمانيين والدارسين في جامعة سلطان قابوس يستفيدون. نعم. يستفيدوا من جميع هذه المصادر. نعم. نعم. عادة يأتي الباحث ليبحث عن مخطوطة معينة، عن معلومة معينة، ربما هو يبحث عن مصدر من المصادر مذكورة في هذه المخطوطات، أم ماذا بالضبط؟ نعم، هو يعتمد على الباحث. بعض الباحثين عندهم دراسات متخصصة أكاديمية، دكتوراه ماجستير، ويطلبوا وثائق معينة. مثلا آخر باحث طلب وثائق السلطان برغش، تخصص السلطان برغش وحكومة في زنجبار. طبعا يتواصلوا معنا
أنا بدوري أهيئ له جميع المصادر الموجودة، سواء الموجودة في الوثائق أو حتى الصور أو حتى في الموجودة في المجلات، في مجلات تناولت عن موضوع الزنجبار وفيها مواضيع عن سلاطين زنجبار موجودة ومصورة رقمية وانتيحة لهذا الباحث. نعم. وهكذا بهذه الطريقة. نعم. طيب في ظل عدم جاهزية الموقع الإلكتروني الخاص بمركز الوراق، كيف تصل المعلومة لهؤلاء الباحثين والدارسين حول مركز الوراق لأن يعرفوا هناك مركز ويحوي العديد من الوثائق والمخطوطات؟ حاليا مثل ما أسلفت سابقا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. يعني أنا تعجبت كثير يعني أنه كثير من الأخوة الدارسين انتشار كبير وحتى من خارج السلطنة يتواصلوا معي وحصول على في رقم خاص يعني هاتف الواتساب ويتواصلوا معنا يعني ويطلبوا وثائق حتى من خارج عمان يعني. ما شاء الله ما شاء الله. فالعملية محتاجة إلى تنظيم. نعم أنا أتفق أكثر، محتاجة إلى موقع إلكتروني أكبر، محتاجة إلى مبنى خاص. عندي أفكار جدا يعني طيبة وقوية في هذا الجانب، يعني أريد لقاعة خاصة للباحثين، قاعة متحفية عامة، قاعة متحفية للأطفال من أجل إبراز هذا الناشئ فكرة يعني أهمية هذا التراث. ممكن مستقبلا وإن شاء الله يكون قريب يكون مركز الوراق موجود على أرض الواقع، ممكن زيارته، ممكن يعني الاستفادة من خدماته بصورة مباشرة بإذن الله. هذا اللي أطمح له، وعسى أن نجد الدعم في القطاع الخاص إن شاء الله والقطاع الحكومي لهذا المركز، وإن شاء الله بإذن الله تعالى مع الوقت المركز بيصل إلى مرحلة. يعني أنا شخصيا من إلى الآن يعني راضي على قيامي بهذا المركز وعلى النشاط اللي يقوم المركز بحكم أنه هو جهود ذاتي فردي فقط. فلذلك يعني العملية نعم محتاجة إلى تطوير، في عتاب كثير من الأخوة الباحثين والدارسين، لكن بأمانة لدرجة أنه في بعض الأحيان اضطر بعض المجلات ما مصورنها واضطر أنه أتيح لهم إياها الأصلية، وطبعا هذه مجازفة أنا أشتريها بمبالغ طائلة وانتيح لهم إياها من أجل طلبة بعض الطلبة محتاجينها بشكل عاجل بحكم دراساتهم الأكاديمية. بالضبط بالضبط. وأكيد هذا إسهام كبير في الجانب المعرفي منك سالم. أكيد هذه الجائزة جائزة الإجادة الشبابية التي تم منحك اليوم إياها، ومن قبل أيضا التكريم من قبل هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، حافز كبير للاستمرار والعطاء. فما هو المخطط إن شاء الله في المستقبل؟ والله أولا الجائزة فعلا دافع جدا عظيم حقيقة يعني، وما لمسته اليوم من التهاني والتبريكات يعني أعطتني دافع أكبر. نعم. لهذا العطاء. وحقيقة الطموح أكبر، أنا طموحي من البداية أنه يتحول هذا المركز إلى مركز دراسات متكامل مع بروز مثل ما أسلفت متحف عرض متحفي خاص للعام وخاص للأطفال، ويهمني موضوع الأطفال مهم جدا للغاية، إبراز هذا التراث الفكري العماني للأطفال وللناشئة مهم جدا للغاية. نعم. لأنه ليست العملية مخطوطة كتاب، وليس العملية ورقة، وليس العملية كلام تراثي أو تاريخي أو اجتماعي أو سياسي أو أي حاجة، لا، إنما هذا نسيج أو هذا الشيء متعلق في صميم الإنسان العماني. فلذلك هذه الناشئة محتاجة تزرع فيها هذا الشيء. نعم. هذا المكانة العلمية لهذا. نعم. لهذه الحضارة العمانية. جميل هذا الشغف منك سالم، وأكيد بهذا الشغف بهذه الروح إن شاء الله تصل وتحقق المراد بإذن الله تعالى. شكرا لك سالم بن خميس الجديدي صاحب مركز الوراق، ضمن طبعا المشاريع الفائزة اليوم والمتوجة ضمن جائزة الإجادة الشبابية. شكرا جزيلا لك. شكرا لك أستاذ خالد، بارك الله فيكم. نتواصل معكم متابعينا الأعزاء، وبعد قليل أيضا احتفاء بأحد الشباب المميزين وأصحاب المبادرات المتوجة طبعا في يوم الشباب العماني الذي يصادف 26 أكتوبر من كل عام. ابقوا معنا.